أستاذ حسن طرح البعض يعني ومن ضمنهم الأخ زيد النهاري في مقال، وهو يعني كيف يعني تقولون لا نعترف بإدارات يعني معينة ثم تسمحون لهم بالترشح في الانتخابات القادمة، فيما تمنعون أن هذه الأندية ترشح مندوبين في التصويت؟ أخي العزيز، نحن لم نقل أننا لا نعترف بإدارة أندية أو هذه موضوع إدارة الأندية هي مسؤولية مكتب الشباب الرياضة، وزارة الشباب الرياضة ومكاتب الشباب الرياضة في المعارضة. فطبعا أنت تعرف أن هي دورة انتخابية تبدأ من الأندية ثم الفروع ثم الاتحاد العام، ولكن الظروف الاستثنائية لم تعقد الدورة الانتخابية في الأندية منذ عام 2012. فتأجلت الانتخابات في الاتحاد على أساس أن ظروف البلد، فبعد يعني إلحاح العديد من طيب في أسماء، مع احترام أستاذ حسن، في أسماء غادرت هذه الأندية يعني لم تعد تعمل في هذه الأندية، وأنتم يعني مصرين أنهم اللي شاركوا 2014 فقط. يعني تغيير إدارة الأندية هذا من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، مش من اختصاصنا نحن كاتحاد. نحن ليس لنا علاقة بتغيير إدارة الأندية وانتخابات الأندية. هذا السؤال يوجه لوزارة الشباب والرياضة، لماذا لا تقيم وزارة الشباب والرياضة في سواء انتخابات في جميع الأندية؟ أنت عارف وضع البلد ما يسمحش. لكن موضوع المندوبين، نحن آخر قائمة، آخر قائمة للمندوبين هي كانت 2014، بسبب عدم إجراء انتخابات في الأندية تم اعتماد الاتحاد الآسيوي، وبناء كما تم في اللجنة الأولمبية على نفس النمط تم اعتماد الجمعية العمومية ل 2014 نفس الآلية. أنا مستغرب في ناس يعترضوا لك على ليش الجمعية العمومية تم اعتمادها حقا 2014 وما اعترضوش على انتخابات الجمعية العمومية ب 2014 يعني ليش المستشارين اتحاد كرة القدم في كل شيء؟ انتخابات اللجنة الأولمبية أنت عارفين كيف أقيمت وعلى أي أساس أقيمت، فنفس الانتخابات الآن اتحاد كرة القدم. طيب إذا اعتبرناه خطأ أنه اللجنة الأولمبية تعقد انتخابها في الكويت، هل نقلد الخطأ؟ لماذا لا تتم الانتخابات اتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة يمنية يعني ولتكن صنعاء، حضرموت، عدن؟ شوف الاتحاد الدولي، الاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية هي حاطة كل الحرص على إنجاح الانتخابات، فهي تعرف لا يمكن أن تعتقد الخطأ أن تعتمد 2014 أو تختار المكان خارجه. كلها كان حرصها على سلامة المندوبين، حرصها على أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة وطريقة ديمقراطية بعيدة عن أي ضغوط. فهذا الهدف الأساسي فقط. طيب سؤال أخير، أنا قبل أن يعني أطلع في هذه الحلقة علمت أنه بعض الموجودين في قائمة 2014 لم يصلهم الإشارة، إشارة الاجتماع عبر الزوم، من ضمنهم وسام معاوية مثلا، كلهم وصل لهم الرابط وتم عبر مجموعات وعبر الزوال كلهم. وإذا كان أي شخص حريص على أنه يحضر كان ممكن يتواصل مع سكرتارية الاتحاد وتعطيها الرابط. لكن اللي قدوا من البداية يقول لك أنا مقاطع، أنا ممانع، أنا معارض، فكيف الآن يشتكي يقول لك أنا ما جاليش الزوم؟ طيب سؤال أخير، معلومة تؤكدها أو تنفيها، المرشح هاني الصيادي بعث بترشيح عبر الواتس من هاتف محمد حسن أبو علاء في الساعة 1 أم لا؟ هو ما زال مرشح في السباق الانتخابي؟ والله أخي العزيز، بالنسبة للمرشحين هذا أنا لا أعلم أي شيء بالنسبة لمن المرشحين أو هذا، أنا اختصاص اللجنة، فأنا بصدق يعني مش عارف من اللي تقدم، لا زي ما اعلم منا زيك انت من الاعلام فقط. نسال من استاذ حسن؟ لجنة الانتخابات ممكن. طيب هل تقدم الشيخ احمد صالح العيسي
بترشح ام انه يعني معتبر ان الموضوع منتهي باوراق رسميه ايضا؟ طبيعي الشيخ احمد قدم ترشيحه كيف الله طبيعي قدمت ترشيح الاخ احمد اسمه الله امس انا كنت انا وقد قدمه امس يعني مع رئيس الاتحاد موضوع يعني الحاحة الأندية بتغيير المندوبين هل سيقبل أم لا؟ والله هذا قلت لك هذا نوقش في هناك طبعا خارطة الطريق مع نقشت مع الاتحاد الدولي والآسيوي وكان هناك رسموا خارطة الطريق وقلت لك اعتمدوا قائمة 2014 موضوع تغيير المندوبين هذا الآن مش وارد بالخارج لأنه الآن الانتخابات تجرى وفقا لخارطة الطريق معدة من الاتحاد الآسيوي الدولي وساحب الذين سيحضرهم مندوبين عنهما في الانتخابات وهم مراقبين كل العملية الانتخابية بحذافيرهم فتقول كل الثقة ان العملية الانتخابية ستجرى بكل شفافية بس هم معترضين على اللجنة الأندية معترضة على اللجنة قالوا انه اللجنة مش محايدة وانها كل الاسماء مع احترامي لشخوصها هي اسماء مقربة لاتحاد الكرة وبالتالي نزاهة الانتخابات تحث على إضافة أسماء أو تغيير أسماء. نسمع في الإعلام فقط لكن حاجة رسمية ما في حاجة وصلت رسميا والدليل الاجتماع تم أمس ولا أحد اعترض كلهم أقروا أمس الجميع العمومية الاتحاد أقرت اللجان العاملة. إحنا نطرح لك ما 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 يرشح لنا. أنا أقول لك اللي حدث عندنا رسمي أنا أتكلم لك بصفة رسمية الآن. لم يصل أي شيء حسب علمي لجنة الانتخابات أو للاتحاد أي اعتراض أي. تقصد رسمي مكتوب يعني؟ رسمي أنا ما في أنا كاتحاد أو أي جهة لا تتعامل عبر الإعلام الله يحفظك. تتعامل رسمي أي شخص يجي يتقدم رسمي وإيميل الاتحاد موجود. موقع الاتحاد موجود يجي يتكلم يجي مقر الاتحاد موجود يجي يقدم لكن تجي تتكلم وتقول لي انا اجتي كذا وانت كلام في الاعلام ما انا ما اظن ان هذا اسلوب اكيد هم الان شايفيننا وسامعين هذا الكلام والامر متروك لهم يعني احنا فقط نسال ما يطرح في الشارع الرياضي اليمني وانا اتكلم معك بما يحدث معانا يعني الان احنا الكل اللي نحصل واضحه الصوره نحصل انه كله كلام في الاعلام لكن الواقع اللي معانا نحن لا يصلنا اي شيء كله مجرد كلام اعلام يعني نسمع فلان وفلان ترشح فلان بيقدم فلان اعترض فلان يعني ما لكن الواقع ثاني ما في حاجه توصل رسمي